السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كل وانا أحسن طبعا ديال كسر وهذا برنامج كده بكهذا القيبتن وحين كويجينا حالة مجال هذا اللاسعانات ومعلمه اللي صار في دقنيد لما كان عايزين جين واحد دقالها أو كده عكدي نوري نوري اللي بعدين مع الموضوع دقالها الكاسي وكسرلي وحين يجي دونا بل لبعض دينا عيال الكاسي كده قال لما يودك ديان كيعيدا كسومالي لان يحالة صدق أيتهاي محاصر في ليا ساعدها مع ما هسوي أدن waxaan la ayay fadhiyey jaamac oo isagu arimaasay wax ka waydiin doona haddii baahwadu uu ogolaado jaamac soo dhow ma sha Allah dhaw Allah saxaalad maxaa u dambay bismillaahir rahmaanir rahiim wa salaam iyo guud ahaanba umada Soomaaliyeed meel kasta oo joogta waxaan leeyahay salaamu allah aleikum en magaalada laascaanood maalmihii la soo dhaafay waa ay deganayd maanta laakiin xogaa way yar maaragtay حكم موقدي حوجا أنا كبدل أنت سيدي خورة والله استوريه دجال بعضك ده عيدنا عمل فيه ده إن ملشيا كدولان كإمام الكهر جيسة أيها وحاء أي بلابين إن أي صوت قيان فريسمها عيدم كا إن حقدرك آه إس سي أي كوسقينيهين إن وحنا هالكاسي لبعضنا عايزكو يدار سدين إن مده فيه ده بين سومالي لان وكهذا الشيء لنا عيدا وهاي شيكتي إن ماركتايتو يعني مرك يدو وحويرتو وحي له هذا وانرسو وير مرك لقات كذا وحي له هذا وانس دفاع يعني هو اسك ماركتي واسك أمر إلهي هو نوع عون وش أهي وشقيا وقت ومام وحوي دبا مرأة بركة مدى في عبي هذا وكسو تورين قوبها إن أي كسو يهين عيدا مدى إن إس سي عيدا مدى إس سي مدى في عكلي وشو وابين هل كاسي إن حقا حالك كعسنانا يا ما أنت كشرتة لابد نعنا إن وح الله لي يوحي دير جرو ها أي سمين كريين وي سمين سمالا ملشيا ظهر له أي يسوع أروريسي إن دقة قانون تربلا بالكيني ومحن كل هذا يتبديها لقى صور رافي يتولوي ككرة إن هري وحي ملشيا تشوجي إلا يو أرام مدي أبن الهرجيس يبور يمشي ليه هذا إن قبلي ولا سو حابيي وحدهم ولا كان ما هم دارك يقرب جلسة أرامه هذا قال كي قرب جلسة أرام مدي بارش ليه شاء هاي كوي محنكو هذا يتورديها ها كوي محنكو ده هاي يعني نوع كسته أو ضد كي هالك هتشوفه مركب طبعا تعبر يصير دارك يقرب جلسة تلا ما بحنا بتعبر كله ماشي أنا كم وقان موتيان حوا ماركتي ترى يا الله قد دوري يا الله عيدا بلن بمشي تشوكا بكاسا بركا او شو ساسي هذا امو قتا ما انت انا استورتور كاسا دعا وات سمالا ايدا ورسا حفيدا يسو سارتي وزارة ورفا فنتا محاي تري كوحاء نبديدا ايو بوتلان ايو ارجحيسو ايا ساكا ويرك سوقا دي فريسيمها ايدا ماذا قران كجمهوريد وانا اسكد فاعل هذا الكاسي وادي ووحي هري وشيك شرين هون وحتى معناه أولي هي ما أي شرتو هذا الكاسي وماركتا إنه يكون دهان وأنا لصور وواح إسك عادة وح وح وير رجع أم وح تور تور هي أنا واقية جا وح يقعد اللي هين أما دنت يقعد شيء كده إنه حوي والله من نوع واي مد أولي واتشوقنا إنه مارتي وشيكان هيدا مدى إس سي iyo maxaan ku jiraahday todde bulshada area la ka agdhow oo la maqla xabada oo leeyahay wali waa joogan nimankii mid waa midaas oo waa mid koowaad waa mid labaad ee culayska iyo cadaadiska caalamiga ah ee saaran ee dhinacyada badan ka saaran iyo culayska gudaha ee saaran eedana inay maartay isaga khafiifiyaan waana la soo weerarayda oo ay saxaafada mariyaan inay yihiin yaa kuwa iyagu isdifaacaya oo weerar lagu yahay وأنتاس وجهدان لكن لما ذا مثلنا وحبك سبحان ما هي أو أدون كنا وأوجي هاي إن يجيهن دولان وسوق هذا الدجال دول يحق دركوا سلاسن أو أي دون ين إن يكح سوقان محام كل هذا شعب كريال لاس عانود and سيدا هذا بنا وإن هل وجهدان مهمة سومالي لان ما أنت رجك كما قبته وين أكته هاي إن أنا اللاس عانو دب أقرب سنين، وين الصورة قل وأحن وقت حاضرك، ورجينا إن الصورة قلين، مد مستقبل كده يمد كفوق بقى، لكن هذا وحوي خسارة محد يسنكرتان، إسب محد نبقى يسنكرتان، محد أنا مركب وجهي تاني نبقى يستان، تا يقال ويدينا يا. لكن هبدأن كأي نوع أصعدان أيوة حقه يهاي، إنت إن لك بالخسارة جيسان كرتان.
يعني موسى ملش يدا ماشى وكاني ما أقرب إني النقدان ماشى إني كده ما دام بهربان يهرب الدنيا صابتوا هذا النقدان نبلا النقدان يعني أيضا لقسو أتكاري ولا سو شبيه هو جدود بسمينا يا بال بال بوك على بحية نقول بقولي يا جاري أو تسعى أسكره قادنا يا وكحيسنا يا سواء كرر إن هدي تاسع بلابتنا دي ولا كرتتي دل أما الدولة دينا واحد كل سنة وعيدا كا oo maxaan ku leeyahay to waa aasaaska koobad weey kuwan hadii la celiyo muusa u daran marka intii la celin laha ee meeshaas maaragtay to dib kale iyagu ay keenay lahaayeen oo xaafad xaafad u kala bixi lahaayeen waxa weey meeshan in lagu hayo iyaguna waxay dili karaan ay dilaan iyagana halka lagu soo afjaro waa mowqifka iyagu aan kara rasmiga ah ee muusa biixi waxay ku soo kordhin karaan ku soo kordhiyo ciidankii isaga ku ilaalin laha kursiga laakiin waa diyaar dagaal ma gelin وأخذنا غير وأخذ قرية عول ملي هذي شو كان أي هي أذو دور حرق هرقي ساكتة بيرشح في قرية عول أذو إيري هذا راسة شو كانوا ملي شيء بلد عادي هو كواسو وحافظ يسوي وكسو شيء ده الكاسي شو كان كواسو حوي عادي هو بده كل الدرر الهوي كون عادو جبناك وحلا عليه ويح ملي شيء عادو جبناك اللوس وقاضي لما دوني هنا هرقي سكون غا واتاي إن عادت كديان كيا كورن حق هذا سيء حالته dadk deegaanku isdifaac bay ku jiraan dadka deegaanku waxay ilaalinayaan sharafka karaamada iyo cizigooda dadka deegaanku waxay gaareen guulo alle subhanahu wa ta'ala uu ku manaystay dadka deegaanku waxa weeye iyagu laba arin bay mid taagan yihiin wax kale oo ay maaragtay to dan kale yihiin ma jirto waa laba mid uun ixdal xusnayn laba mid kood inay gaaraan baa muhiim u ah mooyaane wax kale oo maaragtay to ay dan kale yihiin ama maartay laga sheegay ama jiro inay shahiidaan oo ay tii wanaagsanayd ay maxaan ku leeyahay to ku baxaan oo ay ridlaha iyo raali aanshaha alle ay maaragtay to in halka ka helaan iyo inay guuleystaan oo ay deegaankooda iyo xuduudahooda soo xidhaan wakaasa waxa ka go'an dadkaas inay xuduudahooda soo xidhaan waana u sheegayna maxaad xuduudihiina xidha حافظ ولا بحدود ديالها حرام باش اليوم لو يسال على سكان بوك داي مركا داير كبري اود مركا مولي يعني حدود صح دان تاس دي وي 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 اسكا عبد هاي واحد ولبا ولا قاعد سهرت كوتشيران اود ما هات بني ادم كي وات علوي سواء كران تا الله مركا ان لغي ما دي يدو كما دنبايست ايه بو ان هدنا عشر هدي اي ديجين ايو محان كوري هدا اي تو هدا ان لهور تاقين يهي او اي عيدا مدا ay taagan yihiin hana la fasaxo gradadu hana fasaxaan le gradadu waa kuwi ku maqnaa wada hadalada iyo arrimaha noocaas ah culays badan ba saaran gradada inaan talaabo la qaadinay laakiin la islaama soo gaareen ba halkan la islaama soo gaareen hadii hadda ma aragtay to aan ciidanka la hor joogin oo gradadu iyo maxaan ku raadahay to hoggaanka in siyaasada ee bulshadaasi ayna hadda ma aragtay to in ixtiraameynin talaabooyinka caalamiga ah ee la doonayo in dagaalka lagu joojiyo hawshu sidee ma ahaatay marka la kala bixi lahaa wakaasa halka laas aanood wuxuu ku jiraa halka laas aanood wuxuu ku jiraa waa la wada arkaa laakiin lama yeelayo halka laas aanood wuxuu ku jiraa maleeshiyada musabbi oo deegaanka isaga baxda tagta xuduud beeleedka ay wadaagaan labada beelo oo ka baxa laas aanood ha waad xuduuda harti iyo isaaq yifaqashini wa in maxaan ku leeyahay to sida ay u kala degan yihiin ay qolo walba xuduudeeda ugu ekaato tama aha macnaheeda yaani in balaaye iyo baas laabuuray waa halka kaliya ee dhigani uu ku joogsan karo waa halka kaliya ee saamixi karo wada hadal hadiiba loo anaga ima muuqato wax laga wada hadlo maba jirto wax laga wada hadli karo iyo wax la isugu imaanaya ma jiraan waradeer intaadu ha ku qaado aniga intaydu ha qaado waad somaal garan markii wada hadal la yiraahdo waxa laga wada hadlayo waa daris wanaag iyo walaaltinimo iyo maxaan ku yiraahdaa to xigaalanimadii iyo wixii hore u jiray sidee dib loogu soo celiyaa dadku waxay yeelanayaan wax badan bay yeelanayaan baahiyahooda iska badan hawlahooda iska badan wax waliba waxaan ku yiraahdaa to way ka dhaxeeyaan dadkan laakiin siyaasadda iyo maamulku kama dhaxeynayo waad
deegaan ka walu wada dega meel badan oo la wada dega jirta ceyrasho waa laga wada cabaa waa budqaba iyo biyo qaba isu baahan maanta hadii kan daruur roob ay ka daada deegaankiisa waa la isugu tagaya haday kan ka daadana sidoo kale wixii isdhexgalkaas iyo wada daaqaas iyo deganaanshaha bulshada ah waxa weeyaan waa caadi oo Soomaalidu intay ka guurto maxaa ku jiraa inta boorim iyo Hargeysa ya waxa la soo daaqaa dhagax buur iyo maxaa ku jiraa inta nago biyo fiiq ba la soo daaqaa Soomaali kara oo dadkeenu waa dad xoolo dhaqata ah oo mawaashidaas ah hoggaaminaysa meeshii roobku ka daaan baana kulba ya la aadaya waxa weey marka waxa laga wada hadlayo waa wax cayiman oo la yaqaano waxaan laga wada hadlayna waa wax cayiman oo la yaqaano sideedaba laas aanood idna heshiis kulama galeyso iyada maamulkeeda iyo siyaasadeeda iyo maxaan ku ilaahdaa ay to hoggaankeeda Soomaali kara ayada iskale maamulkeeda iyo siyaasadeeda iyo hoggaankeeda de geedaha la fuulayaan iyaga u taala cid u sheegaysa iyo cid u meereenaysa iyo cid maxaan ku yahay ay kala gurgurtamayaan ma ay jirto halka waxaan leeyahay marka anigu hal lagu shaqeeyo aqliga kiisa wanaagsan hana la ogaado inaanay beelina aqbalaynin waxa beel kale ay diiday inaan beelina beel maquunin karin inaan maamulna maamul maquunin karin shalay hadii burar ku ruqruqeen shalay maanta ma aha berina maanta noqon mayso adduunkuna waa saaca bisaaca intuu kor ku wadi karay waa ku waday intuu dhulka kugu hayn karay waa kugu hayay yacni sanado badan oo la soo dhaafay raisasi waxa weeye adduunka gacan bidixaynayo dhulka ku hayay maxaan ku ilaahdaa ito Soomaaliland xoga adduunka yar kor u hayay waxaana keenaya waa waayaha adduunka daadugu gaf samayso waa laga goynayaa meeshii shalay ay Soomaaliland joogtay maanta waxaa joogta SSC baa joogta ukaasa Soomaaligeen maamulkii iyo haykalkii dawliga ahaa oo durba dhidibada loo taagay dawladdii hoose oo shaqeynaysa booliiskii oo la hawlgeliyay oo shaqeynaya canshuurtii dib loo aruurinayo dib loo qaadayo maxaan ku ilaahdaa ay to dhamaan nidaamkii dawliga ahaa iyo haykalkiisi oo hadda dib loo hawlgeliyay magaaladii oo siraadan oo jaandheerta iyo maxaan ku ilaahdaa ay to batarka iyo ciirgaabada dhexdeeda lagu booday iyo dhaantada oo maxaan ku wax walba sidii loogu talagalay ay ku socdaan bulshadu ay dib maareeytaayto u hanatay haybadii iyo sharaftii iyo karaamadii ay maxaan ku ilaahdaa inta kooxda qowlaysatada Hargeysa joogtay ay ka xayuubiyeen haatan wax walba sidoo loogu talagalay bay u socdaan muhiimadu waa intaa waa hagaag waa maasiin jaamac dabadayaal intaas aan ku soo gabagabeynaynaa qodobkan tan iyo kulan dambe waxaan ku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo